ميوت. بس لو سمحت انا عملت ميوت للناس، فما حدش ايه يعمل اميوت الا لما يكون في سبب هيتكلم او في حاجة هيرد على سؤال معين، لان بيعمل مشكلة مع الايكو بتاع الصوت. طيب خلينا نرجع بقى كده لموضوعنا وتعالى نبدأ نتكلم. اعتقد ان كلكم كده شايفين السكرين عندي. مبدئيا خلينا نبدأ نكمل الايه الموضوع اللي اتكلمنا فيها قبل كده. زي ما قلت من شوية ان احنا هنبدأ هنكمل على اللي احنا اشتغلنا عليه، ده رقم واحد. المرة دي بقى انا مصمم ان احنا لما نيجي نبدأ مش هنشتغل بنظام يلا نعمل انستول الاوبريتنج سيستم ويلا يا عم الحاج الاوبريتنج سيستم ده ايه انستول كده اي حاجة وخلاص. هحاول المرة دي بقى نكون سيستماتيك، وده ليه؟ لان الفترة اللي فاتت دي تحديدا يعني انا بقابل كمية مواقف كوميدية جدا بتحصل، سواء كانوا مع ناس عندهم برودكشن سيستمز او حتى مؤسسات المفروض ان هي مؤسسات حكوميه محترمه، يعني مش مجرد كاستمرز بس، ناس قاعدين فاتحين شركات وبتاع. لا ده تقريبا في كل الاماكن اللي انا شفتها. الديزاين بتاع اي سيستم هو الفيصل بالنسبه لي، سيستم ده هيبقى ستيبل ولا لا. ودي حاجه انا بقيت عندي قناعه تامه لدرجه ان انا بقيت عندي تقريبا شبه فوبيا ان اي حاجه هتيجي تشتغل عليها بص على الديزاين الاول بس، لكن ما تبصش على اي حاجه قبل الديزاين. ديزاين هنا مش معناه ان انت هتقعد ترسم وتلون وكلام من ده، لا، لازم تحط قواعد كده تمشي عليها لما تيجي تعمل السيستم بتاعك ده. وتعالى ناخد مثال كده. قبل ما اخد المثال تعالى اديك كده موقف كوميدي، ده حصل معانا احنا او حصل معايا مع عائلتي انا بسبب الموضوع ده. البيت عندنا لما جم جماعه الله يرحم ابويا بقى وامي يشتروا ويبنوا ويعملوا، اشتروه على اراض كامل، يعني ده كانت مساحه البيت المفروض 175 متر. طبعا بالنسبه لمصر 175 متر ده من 30 سنه ده كان رقم، يعني المفروض ده يعمل بيت كبير، شقه محترمه وبتاع. جه المهندس اللي بيصمم البيت دون كان تقريبا ماشي على النظام القديم، يا عم اعمل مسائط كبيره، عمل مسائط كبيره جدا، عمل مدخل وبير سلم كانك عامل بتاع عماره، وهو بتاع بيت عادي، بيت عادي خالص بتاع ناس عاديين جدا يعني. كبر في المدخل وكبر في بير السلم وكبر في المسائط، وهوب لقينا الشقه كلها من جوه ضيقه، وبقت الشقه اوضتين وصاله، وبقينا بنشد في شعرنا، وفضلنا طول عمرنا بنشد في شعرنا بسبب الحكايه دي لحد النهارده. فتخيل هو ده بقى اللي بيحصل عندك. كل شويه تيجي تعمل السيستم بتاعك يروح جاي لك واحد هو عنده فيرتشوال ماشين تمبلت، والفيرتشوال ماشين تمبلت دي ماشي عليها، او عنده حتى فيزيكال سيرفر، الفيزيكال سيرفر دون جرامي كده شويه ديسكات فيه، خده كده بالهبله وراح قال لك يلا يا عم الحاج اعمل انستول. ده انا بعمل لما اجي اعمل انستول انا احسن، وليكن الديسكات بتاعته كان جايب اربعه ديسكس في السيرفر دون، فقال لك اربعه ديسكس الله ده الموضوع شكله حلو، يلا يا عم نعمل ريد 10 او ريد 6 ونشتغل على كده. تمام؟ فدي مصيبه تانية ان واحد كده بيشتغل بالهبل من غير ما يحسب ايه الريكوايرمنت. الريكوايرمنت بتتحدد بناء على حاجتين خلاص. ودايما انا معلش اعذروني انا هتكلم نظري في الحته دي، لان انا حرفيا بشد في شعري مؤخرا بسببها. الحاجتين اللي هتحدد عليهم الديزاين بتاعك هيمشي ازاي، اول حاجه هتتكلم عنها اول حاجه هتبص عليها هي البيزنس ريكويرمنت، ايه اللي البيزنس بتاعك محتاجه من اللي انت بتعمله دول. الكلام ده ينطبق على اي حاجه بتعملها في حياتك بغض النظر بقى هل هو ريد هات برودكت، هل هو اوبن سورس برودكت، هل هو كوميرشال برودكت من اي شركه، مايكروسوفت بقى، من سيسكو، من في ام وير، من اف 5، ايا كان. فلازم تحط لي كده تحت 100 خط تحت كلمه البيزنس ريكويرمنت ده، البيزنس بتاعك محتاج ايه من السوليوشن ده. خلاص ده رقم واحد. والبيزنس عاده البيزنس بتكون الريكويرمنت بتاعته جينيريك ريكويرمنت. يعني ايه بقى جينيريك ريكويرمنت دي؟ يعني ريكويرمنت ما بتبقاش معلومه واضحه قوي، كلام كده لو حسيت وتقول ايه يا عم ده اي حد بيطلب الريكويرمنت دي. لكن فعليا لو انت بتفهم، يعني لو بتتكلم من وجهه نظر واحد سوليوشن اركتكت محترم، لو انت مصمم محترم هتبص لها من وجهه نظر تانية خالص. يعني البيزنس بتاعك مثلا محتاج ان سيستم الاب تايم بتاعه يكون 99 وجنبها 4 ساعات. طب يا عم، طب ما لو السيستم، لو البيزنس ريكويرمنت 99 وجنبها 4 ساعات كمان، معنى كده ان الاب تايم بتاعك لازم يكون خيالي، اللي هو 99 و4 ساعات ده انا ما اعرفش في السنه كلها ممكن يديك، او الداون تايم في السنه كلها قد ايه. تعالى كده نشوف، يعني انا ما اعرفش، خلي كانت 99 وجنبها 4 ساعات
الافيلابيليتي، الاب تايم ان مينتس. يعني بص بص كده الافيلابيليتي بتاعتك. تعالى كده نروح نبص عليها. بيقول لك ان 99 وجنبها 4 9 دون، ها الداون تايم بتاعك في السنه كلها 31 ثانيه. فتخيل انت لما تيجي تحط التصميم بتاع السيستم بتاعك لازم تحط في اعتبارك ان لو عندك داون تايم ها يكون 31 ثانيه بس. بس تخيل انت بقى، تخيل ايه اللي المفروض تعمله عشان حاجه زي كده. معانا واحد هنا من غير ذكر اسماء، محمد تايه، عشان يعني ما سيحلكاش ولا ايه، ولا اتكلم عادي. لا سيح. سيح. واحد زي الراجل ده عنده سيستم لسه اللي انا بكلمك فيه ده حصل مع الراجل ده امبارح، عنده بتاع 18 20 تيرا تقريبا، صح كده؟ صح لو كنت غلطان. وعنده ال في ام، صحيح طبعا 18 بالنسبه له ال في ام عامل ريد الاول، عامل ريد على اكتر من ديسك، فالراجل ده مطمن الديسكات بتاعتي تمام وزي الفل، حتى لو ديسك منهم ضرب فالريد شال الدنيا. وراح جاي فوق الريد ده راح مشغل ال في ام. فطبعا انت لو جبت لاي سيستم ادمن وقلت له يا عم انا عندي ريد ومعاه ال في ام مبني عليه، هيقول لك الله ده انت راجل بتفهم ومزاجك زي الفل. بس اللي محدش خد باله منه ان هو عامل كاشنج او عامل ستورج تيرنج. ستورج تيرنج دون بيروح كده جايب ديسك، الديسك ده بيكون سريع شويه زي اس اس دي او ان في ام اي، الديسك ده هو اللي يتكتب عليه تمام. والديسك ده بيكون سريع جدا، الاي اوبس بتاعته بتكون سريعه جدا، ممكن تلاقيه مثلا بيكتب بسرعه 1.6 جيجا بايتس بير سكند او 2 2.2 جيجا بايتس بير سكند. ده الرايتنج سبيد بتاعته، وبيكون ديسك ده غالي جدا، جايبه يعني دافع فيه دم قلبه زي ما بيقولوا، ممكن يوصل معاه ل $5000 و10000 دولار في الديسك الواحد. بس راح الراجل ده جاي في الكاشن كتير دي اللي هي بيتكتب عليها وبيتقرا منها الاول قبل ما يتخزن على الديسكات بتاعته الميكانيكال، بيتكتب عليها الاول بس. الكاشن كتير دي كانت ديسك واحد بس، فلما الكاشن كتير ضربت الراجل ده كل حاجه عنده وقعت، السيستم كله فرقع في وشه. هو ده بقى الحته، هو ده مربط الفرس بالنسبه لي. انت لما تيجي تعمل التصميم بتاعك حاول دايما تشوف ايه البيزنس ريكويرمنت. البيزنس ريكويرمنت دي عاده اللي بيديها لك بيكون المدير بتاعك اللي هو راجل مش تكنيكال، اللي هو غالبا بيكون واحد تكنيكالي احنا كمهندسين بنقعد نقول عليه يا عم ده مش فاهم اي حاجه، بس هو الراجل ده بتاع بيزنس، الراجل ده مش تكنيكال يا جماعه والله. هو اللي بيحدد لك انا محتاج ايه منك، انت يا عم يا بتاع الاي تي انا محتاج منك السيستم يوصل لي 1 2 3، محتاج هاي افيلابيليتي بقى شكلها عامل ازاي، محتاج ان حتى لو السيستمز دي كلها وقعت اوتوماتيك السيستم يعمل فيل اوفر من موقع تاني مثلا. انت بقى روح شوف البيزنس ريكويرمنت دي مع المانجمنت بتاعتك، وبعد ما تحط او بعد ما تلم البيزنس ريكويرمنت دي هتاخدها كده وتبدا تصيغ منها كمان، او تقعد مع الناس التكنيكال تيم بقى وتبدا تصيغ من التكنيكال تيم ريكويرمنت تناسب البيزنس ريكويرمنت. هو ثانيه واحده، هو التكنيكال تيم له ريكويرمنت؟ ايوه التكنيكال تيم لازم يكون له ريكويرمنت، والا بالعربي كده يبقى تكنيكال تيم شويه زبالين. ازاي بقى يا عم؟ هقول لك ايه الفايده، ان انا اجيب لك سوليوشن، السوليوشن ده بيطير، السوليوشن ده بيطلعك المريخ وانت ماشي على رجليك بالليل وانت نايم حتى. لكن في نفس الوقت السوليوشن ده المانجمنت بتاعته صعبه جدا، تكاد تكون مستحيله، مفيش حد في التيم فاهم اي حاجه خالص في الكوماند لاين بتاعته، ولا فاهم حتى من الجرافيكال انترفيس حتى لو له جرافيكال انترفيس. الستبس بس عشان تمانج السوليوشن دون عمليه متعبه جدا. الاوبريشنال ريكويرمنت بتاعته عشان امنتين السوفت وير ده او عشان امنتين السوليوشن دون مزعجه جدا 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 فوق ما تتخيل. تخيل عشان اعمل ابجريد مثلا ممكن يحتاج مني اعمل داون تايم 6 ساعات مثلا، يمكن عنده داتا بيس باك اند شكلها مش عارف عامل ازاي، وعشان تعمل ابجريد للسوليوشن دون فانت عندك داون تايم كبير جدا، والداون تايم ده لازم تدخل فيه اكتر من تيم، تيم بتاع الداتا بيز، على تيم السيستمز، على تيم الفيرشواليزيشن، على تيم مش عارف ايه. يا نهار ازرق، بتلاقي نفسك دخلت في حوارات ملهاش اي لازمه. ايه ده؟ معنى كده ان انت لازم تحط كمان عندك ايه؟ في عندك اوبريشنال ريكويرمنت. بالمناسبه لو انت بتفهم بقى المفروض الاوبريشنال ريكويرمنت تكون الايند مع البيزنس ريكويرمنت. يعني ايه؟ يعني الاثنين يكونوا شبه بعض. يعني ما تجيبليش البيزنس يقول لك انا محتاج سيستم يديك 99 وجنبها 4 9 تمام، ده المانجمنت او البيزنس ريكويرمنت،
وجنبك التكنيكال تيم يجي يقول لك يا عم لا ده انا عايز سيستم تاني خالص، بس السيستم التاني خالص دون بيديك مثلا 99% بس، او 99.5 من 10 ولا 99.9 من 10 بس، بلاش 99.5 من 10، 99.9 من 10 يا عم. 99.9 من 10 ده معناه الداون تايم بتاعك انا بص قد ايه، 8 ساعات وحاجه كده، 8.7 من 10 ساعه، قول 8 ساعات ونص. تخيل انت بقى كده المانجمنت كانت بتقول لك انا عايز سوليوشن الاب تايم بتاعه او الداون تايم بتاعه في السنه 31 ثانيه، وراح جاي لك التكنيكال تيم راح مصمم وراسه الف صرمه قديمه ان لا انا هجيب السوليوشن الثاني دون. فانت ما ينفعش ما تجيبليش بيت تبنيه وتقول لي الراجل صاحب البيت عايز الحمام تكون مساحته 3 متر في 3 متر، وتيجي مراته بكل بساطه تقول لك لا ده كبير قوي، كبر لي الصاله وخلي مساحه الحمام 1.5 متر في 1 متر. طيب ازاي بقى؟ لازم الاثنين يتفقوا، والا لو ما اتفقوش هتطلع ايه خلطبيطه كده ملهاش اي لازمه، هيفضل الدنيا فيها مليانه عك. فانت لازم، معلش اعذرني مطول في الموضوع ده، لانه ده اللي هنحاول نبني عليه بقى اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. طيب يبقى انت عندك لما تيجي تبني اي سيستم لازم تحط البيزنس ريكويرمنت رقم واحد، رقم اتنين لازم تحط الاوبريشنال ريكويرمنت او التكنيكال ريكويرمنت اللي المفروض السيستم ده هيشتغل بناء عليها. خلي بالك التكنيكال ريكويرمنت بتكون ديتيلد ريكويرمنت، الديتيلد ريكويرمنت دي ممكن يقول لك التكنيكال تيم يقول لك يا عم السيستم بتاعي هو المفروض داتا بيز تكون شغاله بالشكل الفلاني، الريبليكيشن بتاع داتا بيز يكون شغال بالشكل الفلاني، اللي هو اصلا لو رحت للمانجمنت وكلمتهم فيه هتلاقيهم قاعدين متنحين مش فاهمين اي حاجه فيه، بس اللي فاهم الكلام ده هو التكنيكال تيم. خلاص فلاحظ دايما الحته دي، التكنيكال ريكويرمنت خلاص او الاوبريشنال ريكويرمنت لازم تكون الاين مع البيزنس ريكويرمنت، ده رقم واحد. بمجرد ما جمعت الاثنين بناء على اللي انت جمعته بتبدا تحط اقول لك كده الخطوط العريضه، السيستم بتاعك ده كده شكله هيبقى ايه. تمام؟ يعني لو جمعت البيزنس ريكويرمنت والاوبريشنال ريكويرمنت، قال لك مثلا البيزنس انا محتاج اب تايم 99 وجنبها 4 ساعات، الاوبريشنال قال لك انا عايز سهوله في الاستخدام، وسهوله في الاستخدام لو انا حبيت مثلا اكستند الفايل سيستم ما يطلبش مني داون تايم وانا شغال، يفضل السيستم اب واقدر اكسند الفايل سيستم. ساعتها في الحاله دي طب ما انا عندي يا عم في حاجه اسمها ريد موجوده، في عندي حاجه اسمها ال في ام، هبدا بقى بناء على كده اختار اللي موجود فيهم، وبعد ما ابدا الاختيار ابدا اقارن بينهم وبين بعض، وبعد ما ابدا اقارن هبدا اطلع منهم واحد او اتنين هم دول اللي شكلهم ينفعوا، بعد كده ابدا اتست الاثنين دول او اشوف هل مين اكتر واحد فيهم كده شكله هينفع. تمام؟ يبقى ده كده المفروض يكون عندك استراتيجيه زي كده، الاستراتيجي بتاعتك لما تيجي تبلد اي سيستم، لما تيجي تختار اي سيستم تبدا تبلد على اساسها. تمام؟ لان شفت كميه مشاريع كتيره جدا قدامي بتفيل، والمشاريع دي بتفيل لان اولا ما كانش في ديزاين محترم من الاساس. خلاص؟ بالمناسبه في حته كمان نسيت اقول لك عليها، معلش خلينا اقطع الحته دي كده وابص عليها كمان. في حته بس عايز اقول لك عليها، ان احيانا البيزنس ريكويرمنت مع الاوبريشنال ريكويرمنت بتقف في حته الانتجريشن. يعني ايه؟ يعني مثلا كان جاي لك البيزنس ريكويرمنت بيقول لك انا عايز السيستمز تكون سكيورد بتو فاكتور اوثنتيكيشن، وسابك قال لك دي ريكويرمنت بتاعتي، وراح سايبك كده عريان وقال لك يلا يا عم اتكل على الله بقى، شوف انت بتاع الاي تي حلها مشكلتك انت. راح رايح واحد من الناس بتوع التكنيكال تيمز، راح رايح مختار سوليوشن بيديك تو فاكتور اوثنتيكيشن وليكن مثلا يعني ار اس اي، وراح شرح شير ار اس اي سكيورتي مانجر وقال لك بس هو ده اللي هيديني تو فاكتور اوثنتيكيشن. طيب حلو جدا، فرضا ان السوليوشن اللي انت كنت هتشغله هو ريد هات ساتلايت اللي احنا هنشتغل عليه ونبدا نجرب منه كمان بالمناسبه في اليومين الجايين دول، قال لك بس انت جيت خلصت عملت انستول ار اس اي وشغلته، عملت انستول للساتلايت وشغلته، جيت بقى تحقق اللي المانجمنت طالباه، المانجمنت كانت طالبه تعمل تو فاكتور اوثنتيكيشن، حضرتك رحت جايب سوليوشن خلاص بيعمل تو فاكتور اوثنتيكيشن، وجبت سوليوشن بيعمل مانجمنت او لايف سايكل مانجمنت للسيرفرز اللي موجوده عندك، جميل زي الفل. لكن في نفس الوقت ما خدتش في اعتبارك ان الساتلايت مثلا ما يقدرش انتجريت بشكل مباشر مع الار اس اي، فدي مصيبه تانية.
انت كده لبست في حته خازوق، او مثلا ممكن ينتجريت مع الار اس اي سوليوشن دون عشان يديك التو فاكتور اوثنتيكيشن، لكن الار اس اي لازم له لايسنس معينه بتاكتيفيت فيتشر معينه. وحضرتك لما كنت بتشتري يجوا من الناس بتوع السيلز لبسوك باعوا لك السوليوشن من غير ما يدوك ايه اللايسنس، فدي مصيبه تانية من المصايب اللي بتحصل. خلاص، فانت المفروض طبعا قبل ما تبدا اي حاجه، قبل ما تخش في الديبلويمنت فيز اصلا، قبل ما حد يبدا اي سيستم ويبدا يعمل له انستوليشن، الكلام ده يكون دوكيومنتد من الالف للياء. والا لو مش دوكيومنتد فصدقني هتصطدم بالواقع بعد فتره قليله جدا، وهتلاقي الخوازيق نازله ترف عليك من كل مكان، مش هتحس بقى هي جالك منين. النهارده السيستم ده بروكن، بكره السيستم دون فيه باج انت قابلتها، فالدنيا كلها وقفت عندك، ورحت فتحت كيس مع الفندور، الفندور سابك مرمي 3 4 ايام لحد ما حل لك المشكله. التكنيكال تيم عندك مش عارف يحل اصلا المشكله، والنولج بتاعتهم مش قادرين، هم اصلا مش قادرين يستخدموا السوليوشن. بص بقى مشاكل من هنا للصبح، وكل يوم هتلاقي مديرك جايبك وماسكك مهزقك ومطلع عينيك. فحته لازم تقف عندها الحته دي، لازم تشوف الايه الريكويرمنت وتبدا تقلين الريكويرمنت دي مع بعض، عشان بناء عليها ده اللي هيشغل لك الدنيا. خلاص، حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها شباب، محدش عنده اي مشكلة؟ حلو جدا. في سؤال بيقول لك هو السوليوشن اركتكتشر مين المفروض يعملها اصلا؟ بص يا سيدي، انت في عندك اي، لما بتيجي تعمل اي مشروع من المشاريع المحترمة، تمام، المشاريع المحترمة بيكون عندك حاجة اسمها سوليوشن اركتكت. السوليوشن اركتكت ده هو اللي بيديك ال 100,000 او حد ممكن يديك لحد 10,000 فيد فيو. يعني ايه؟ يعني السوليوشن اركتكت ده بيجي يقول لك انا مثلا انا الريكوير او البيزنس ريكويرمنت بتاعتي في الابجريد بتاعه الشبكه بتاعتنا النهارده مثلا ان انا اديك تو فاكتور اوثنتيكيشن، وعندي ريكويرمنت ثانيه ان انا اعمل نتورك اوثنتيكيشن ونتورك اوثرايزيشن لما حد يكونكت على الواي فاي نتورك او الوايرد نتورك. تمام، عندي ريكويرمنت ان السيرفرز الافيلابيليتي بتاعتها تكون عامله ازاي، ان يكون في عندي ديزاستر ريكفري سايت موجود في موقع تاني، عشان لو الموقع ده كله وقع الدنيا كلها تقوم الموقع التاني دون. ماشي كده؟ فاللي بيبني لك الفيو الكبيره قوي ديا هو السوليوشن اركتكت. طيب، في حاجه بس عايز لازم اوضحها، ان ما تتخيلش ان السوليوشن اركتكت دون ساحر. يعني ايه؟ يعني السوليوشن اركتكت ممكن يكون عارف في دومين او اتنين او تلاته، لكن لو المشروع بتاعك كبير جدا والمشروع ده بينفولف تقريبا يعني كده بتاع 20 سوليوشن مع بعض او 20 فيندور مع بعض، كل واحد فيهم بيديك حاجه معينه، ما تتخيلش ان الراجل ده ساحر، هتلاقيه فاهم فيهم كلهم بنسبه 100%. يعني برضو خليك عقلاني، الراجل ده ممكن يديك لحد 100,000 ادم، خلاص، او بسميها كده 100,000 فيو، 100,000 فيد فيو، او 10,000 فيد فيو، او ممكن يديك فيو لو ليفل فيو لسوليوشن او اتنين او تلاتة، بس ما تتوقعش ان الراجل ده بيعمل كل حاجة مبدئيا. يعني المفروض الراجل ده بيكون معاه في كل دومين، بيكون معاه حاجة اسمها دومين ليفل اكسبيرت. الدومين ليفل اكسبيرت ده واحد متخصص في الحتة بتاع الفيرشواليزيشن، المتخصص ده هيساعده عشان يبني اللو ليفل ديتيل بتاع الحتة دي. بس بيكون عنده واحد متخصص في النتورك، مثلا عندك داتا سنتر نتورك وجايب سويتشات سيسكو نيكسوس، والسويتشات سيسكو نيكسوس دي واصله على سيرفرات سيسكو يو سي اس، فانت هتروح تجيب واحد فاهم في الداتا سنتر انفراستراكشر بتاعه سيسكو، يقعد معاه او تقعد معاه كده كسوليوشن اركتكت، تبني الكلام ده كله من الالف للياء. تمام كده؟ طبعا الكلام ده برضو ينطبق على داتا بيزز، ينطبق على اي حاجه بقى، يعني ايه خدها ومشيها على اي حاجه ثانيه. تمام كده؟ طيب، موضوع الدوكيومنتيشن ده بقى، فده واحد من اكبر، يعني انا مش عايز اقول لك واحده من اكبر المشاكل اللي ممكن تشوفها في حياتك. ليه هو واحد من اكبر المشاكل اللي شفتها في حياتك او اللي هتشوفها في حياتك؟ اولا لان مفيش ستاندرد للدوكيومنتيشن، مفيش ستاندرد. يعني ايه؟ يعني كل سوليوشن ليه دوكيومنتيشن بتاعه مختلف، فدي مصيبه. المصيبه الثانيه ان احيانا الناس بيحاول او الناس بتفتكر ان الدوكيومنتيشن بتاعك المفروض يكفر حاجات اللي هي البسيطه، مثلا زي الاي بي ادريس ديتيلز، الفاير وول رولز،
ايه تاني، البريفنج بتاع السوليوشن وخلاص على كده شكرا. طبعا في ناس كتيره جدا بقى، الغالبيه العظمى مش ناس كتيره، الغالبيه العظمى من الناس ما حدش بيفكر في حالات الديزاستر اللي المفروض يحصل. طب لو حصل ديزاستر هل في اوتوماتيك فيل اوفر ولا مانيوال فيل اوفر؟ طب ايه البروسيجرز المفروض تاخدها لما يحصل مانيوال فيل اوفر او اوتوماتيك فيل اوفر؟ الحاجات اللي هي البسيطه دي، مش هي مش بسيطه، هي بلاوي بصراحه، معظم الناس ما حدش بياخد باله منها. خلاص الجزء بتاع الانتجريشن مع بقيه السيرفيس الثانيه او بقيه السوليوشنز الثانيه، فانت بتلاقي نفسك دخلت في سكه، ايه يا عم ده، ايه ده، ده المفروض الحاجات دي كانت عمل لها دوكيومنتيشن، او المفروض الحاجات دي كانت دوكيومنتد من قبل اصلا ما اعمل امبلمنتيشن. شكل الفايل سيستم كان عامل ازاي لو بتتكلم على اوبريتنج سيستم مثلا، الكلام ده ما كانش دوكيومنتد. خلاص فانت بتلاقي بقى ربنا يديك الصحه بقى كميه خوازيق بتطلع من تحت الارض ما تعرفش هي جايه منين. فموضوع الدوكيومنتيشن ده واحد من اكتر المواضيع اللي مليانه بلاوي، مليانه بلاوي. انت كل اللي عليك بتعمله بتحاول قدر الامكان ان انت تفل الجابس. السوليوشن ده عشان يشتغل محتاج 1 2 3، السوليوشن ده عشان هيشتغل هيشتغل بالشكل الفلاني 1 2 3، السوليوشن ده عشان يشتغل انا هعمل له انتجريشن مع اكس وواي وزد. خلاص السوليوشن ده لو فيلد المفروض لو فيلد البروسيدجرز بتاعتي عشان اقوم مره ثانيه 1 2 3. ممكن تكون البروسيدجرز دي بسيطه جدا، ان ممكن اكون اريستور مثلا الفيرتشوال ماشين كلها، لو عندك باك اب اريستور الفيرتشوال ماشين كلها، ممكن تكون بسيطه للدرجه دي، وممكن تكون فيري كومبليكيتد، يعني ممكن تكون معقده جدا وفيها اكتر من خطوه 1 2 3 4، والخطوات دي ممكن تانفولف تروح تكلم المدير بتاعك الاول تاخد البرميشن بتاعته. خلاص فعلى حسب برضو السيناريو اللي موجود عندك، لكن الكلام ده كله المفروض يكون كفرد في الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن كمان المفروض يكفر الترافيك فلو اللي هيطلع للسوليوشن دون من او الى السوليوشن ده، وده واحد من اكبر البلاوي اللي موجوده. ليه؟ لان الترافيك فلو بتاعك هياثر فيك انت كمان شخصيا كسيستم ادمن. ازاي يا عم؟ انت عندك سوليوشن اسمه اكس، اكس ده وليكن ويب سيرفر، الويب سيرفر ده عشان يتكلم او عشان حد يوصل له، فانت مضطر غصب عنك يكون في عندك الترافيك ده هيعدي على فاير وول. طب ما انت لو ما اديتش الفاير وول دون او ما اديتش الفاير وول ريكويرمنت دي للناس بتوع نتورك سيكيورتي، خلاص الترافيك بتاعك بلوكد. ولو اديت لهم الريكويرمنت ناقصه هتقعد كل شويه تجري وراهم، تفتح تيكت الصبح خلصت، افتح تيكت بعد الظهر خلصت، لسه برضه السوليوشن مش شغال. فالكلام ده لازم يكون دوكيومنتد عندك. والترافيك فلو هو الترافيك عشان يعدي يوصل للسوليوشن ده بيعدي على ايه في النص؟ هل بيعدي على بروكسي مثلا؟ هل بيعدي على لود بالانسر في النص؟ هل بيعدي على فاير وول؟ طب لو عدى على لود بالانسر مثلا، اللود بالانسر ده عليه بابليكيشن فاير وول؟ طب انت هتستفيد بايه يا عم لما تحط الاركتكشر دي، لما تحط الترافيك فلو دون؟ هتستفيد حاجه بسيطه جدا، لما تيجي ترابل شوت بقى ويحصل معاك مشكله في المستقبل هيبقى الموضوع بسيط جدا بالنسبه لك، هيبقى الموضوع ابسط مما تتخيل. فجاه كده جيت تفتح الابلكيشن لقيت عندك 503 عندك مشكله في السيرفر، unexpected error. غالبا 503 هتروح تبص على طول مباشره على اللود بالانسر، دي اول حاجه هتبص عليها. لو لقيت 503 في وشك اعرف على طول غالبا المشكله مش فاير وول، ده بص كده على اللود بالانسر يا عم في عندك مشكله في الحته الفلانيه دي. خلاص فانت لما تكون عامل دوكيومنت للكلام ده كله وفاهم الترافيك بتاعك بيعدي من فين جاي منين ورايح فين، الموضوع ده هيفيدك جدا جدا جدا، وهيفيد كمان الراجل بتاع النتورك وبتاع السكيورتي اللي موجودين عندك اللي هيطلعوا عينيك لو هما مش فاهمين ايه اللي بيحصل. ماشي كده؟ ها حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ ها طيب تمام، معلش انا قلت قبل ما ابدا لازم نتكلم عليه. طيب تعالى بقى كده يا سيدي نبدا نتكلم على ايه اللي احنا عايزين نعمله بقى في الحبه اللي هنكملهم دول، بما اننا اتفقنا ان خلينا نشتغل مع استراتيجيه يكون عندنا استراتيجيز معينه نمشي عليها. تعالى كده نبدا ايه نتكلم احنا ايه اللي المفروض نعمله او احنا عايزين نعمل ايه. لو تفتكر من زمان كده من اخر مره كنا وقفنا فيها، تعالى نفتح كده وان نوت عندي. تعالى يا سيدي نسمي ده وليكن
تعالى بقى نتكلم ايه اللي احنا عايزين نعمله. بص مبدئيا انت في عندك كريتيكال سيرفيسز موجوده في اي نتورك، الكريتيكال سيرفيسز دي لازم تكون موجوده. الكريتيكال سيرفيس دي مش موجوده فانت هتبقى ايامك سودا وما يعلم بها الا ربنا. الكريتيكال سيرفيس اكتر اتنين كريتيكال سيرفيسز موجودين عندك، اكتر اتنين كريتيكال سيرفيسز موجودين عندك هما حاجتين. الحاجه الاولانيه هو الدي ان اس، وده رقم واحد. رقم اتنين عندك ال NTP. خلاص دول حاجتين من اهم الحاجات اللي المفروض يكونوا موجودين عندك. رقم ثلاثة بالنسبة لي هو اللوجينج. دول فعلا لو انت بتتكلم معايا انا كسيستم ادمن، ايه اهم ثلاثة سيرفيس، ايه اهم ثلاثة انفراستراكشر سيرفيسز لازم يكونوا موجودين عندك؟ هقول لك الثلاثة دول بدون نقاش، يعني دول حاجات من المسلمات اللي لازم يكونوا موجودين في اي نتورك، خلاص بغض النظر عن النتورك ده. طيب كلام جميل. طب يا عم الحاج، طب هو انا لما اجي ابني مين الاول؟ ابني الدي ان اس الاول ولا ابني الان تي بي الاول ولا ابني اللوجز الاول؟ ها حد كده يفكر كده، ايه او المفروض اول واحد، مين اول واحد فيهم يتبنى وليه؟ اي واحد فيهم وليه؟ ليش معنى ده اللي اتبنى اول واحد؟ واحد بيقول لنا الـ NTP. ماشي، ليه الـ NTP؟ مش معنى الـ NTP؟ الـ DNS. حلو ماشي، الـ DNS جميل. ليش معنى الـ DNS؟ ليه مش اللوجينج؟ يعني بسيطة جدا، يعني موضوع بسيط. لأنه لو بنزل اللوجز قبل التوقيت مش هيكون ماشي صح. طيب أنا أقول لك، أنا قرأت الشخصية مبدئيا هما التلاتة أي واحد فيهم ينفع مكان التاني، يعني ممكن واحد كده يطلع ويقول لك أنا هخلي أنت بيه الأول هتمشي عادي. ممكن واحد تاني يطلع يقول لك لا بص يا عم الحاج أنا هخلي الدي ناس الأول برضه هتمشي، والله العظيم ثلاثة هتمشي. ممكن واحد تالت يقول لك لا أنا عايز اللوجز هي اللي تكون موجودة الأول. برضه هتمشي. التلاتة أهميتهم، التلاتة أهم من بعض. طيب أنا بتكلم الآن على مستوى الشخصي، لو بتتكلم لو بتسألني أنا كمصطفى، إيه يا عم أهم واحد بالنسبة لك تبدأ بيه؟ أنا قلت لك التلاتة أهميتهم زي بعض، تمام كده؟ لكن إيه أول واحد هتبدأ بيه؟ أنا هقول لك اللوجز اللي عندك هي أول واحد تبدأ بيها. وهقول لك ليه هي اول واحد تبدا بيها. بكل بساطه لو حصل عندك فيلير وانت بتنستول الان تي بي، ها تخيل انت كان عندك، انت مش بتعمل ان تي بي سيرفر واحد، ده انت بتعمل 3 4 ان تي بي سيرفرز، وبتعمل لك 2 دي ان اس سيرفرز. طب يا عم انا هقعد ابص على اللوجز كل مكنه لوحدها؟ يا لهوي ده ايه العذاب ده. فانا عن نفسي انا بفضل اول حاجه تيجي تبدا تعملها على الشبكه، اول حاجه تيجي تبدا تعملها المفروض لما تيجي تشتغل تكون هي الان تي بي، لاسف اللوجز. بعد ما عملت اللوجز ها بتبدا تعمل بعدها على طول مباشره الان تي بي على طول خط لزق. خلصت اللوجز وخلصت الان تي بي، ابدا اشتغل في الدي ان اس وانت مطمن وما عندكش اي مشاكل، تمام؟ خصوصا لو الدي ان اس سيرفر بتاعك هو كوميرشال برودكت او برودكت كبير شويه، تمام؟ يبقى لو جينا كده رتبناهم، مين المفروض يشتغل الاول او انت المفروض تشغل مين الاول؟ انا بالنسبه لنا ده رقم واحد. وليه ده رقم واحد؟ عشان لو حصل اي مشكله وانت بتنستول ده او انت بتنستول ده تقدر ترابل شوت من هنا، بدل ما تروح تعدي على المكن اللي موجود عندك مكن. ايه يا عم وجع الدماغ ده؟ احنا كده مش هنخلص، تمام كده؟ برضه نفس الحكايه بالنسبه للدي ان اس، يبقى ده رقم واحد، ده رقم اتنين، وبعد كده ده رقم ثلاثه، تمام كده؟ طيب كلام جميل. بالنسبة لللوجز بقى، والله يا عم اللوجز ده مش عارف، احنا كنا اتكلمنا على موضوع السيس لوج قبل كده ولا لا؟ لو انتوا فاكرين
بالمناسبة في واحد سأل هنا بقول لك لأن مش هعرف كل ايباد بقى السيرفس عندي وعملها على الدومين، واحد تاني كاتب لأنه عايز تنزل اللوج قبل التوقيت مش هيكون صح. ومبدئيا لو انت اصلا لسه بتنستول قبل الان تي بي سيرفس ما تشتغل، فانت مش عارف اصلا هو التوقيت صح ولا غلط. انت في الحالة دي بيكون هو اخر لوج هو جاي لك بيكون بالان تي بي، لان لسه ما فيش اي حاجة تانية قامت غير الان تي بي، صح؟ ما انا بقول لك انت تبدأ باللوج وبعد كده تكتب الان تي بي مباشرة، فانت لسه ما فيش اي لوجز جات لك من اي سيستم تاني، لسه ما فيش اي حاجة اب، لا دي ان اس اب بقى ولا دومين اب ولا اي حاجة تانية اب، فانت هتجي لك لوجز منين؟ فانت ساعتها مش هيكون فارق معاك الوقت قد ما يكون فارق معاك تشوف اللوجز، تشوف الايرورز اخر حاجة جاية ايه، صح؟ وصلت الموضوع؟ ماشي منطقيا يعني، انت اصلا ما فيش عندك اي سيستم بيبعت لوجز لسه، فانت مش فارق معاك الوقت بتاع اللوجز هل هو صح ولا غلط، قد ما يكون فارق معاك انت بتستقبل اللوجز ولا لا عشان تعمل لها اناليسز عشان تلاقي المشكله فين وتحلها بسرعه. تمام كده؟ بمجرد ما عملت الان تي بي خلاص بقى ما عادش فارق معاك، مشاكلك في الحياه كلها اتحلت. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب يا سيدي تعالى كده، اللوجز قلنا قبل كده عندك في اكتر من طريقه تجمع بيها اللوجز، في عندك السيس لوج او الار سيس لوج، خلاص. السيس لوج والار سيس لوج يعتبروا لحد النهارده هم المسيطرين على كل حاجه تقريبا بتحصل في اللوجز اللي موجوده في العالم كله، مش بس يعني لحد دلوقتي على البيزك سيستم اللي موجود عندنا، لا انا بكلمك حتى على مستوى العالم كله، هي ده يعتبر الديفولت او ديفاكتو ستاندرد ميكانيزم ان انت تلم بيها اللوجز او تبعت بيها اللوجز من سيرفر لسيرفر تاني. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب والله يا عم انا بص، السيس لوج والار سيس لوج ده عنده الكابابيلتي ان هو يلم اللوجز، لكن انا مش جاي على هواي قوي ان انا اشغل السيس لوج او الار سيس لوج، هشغلهم على الكلاينت سايد بس انا ما بحبهمش على السيرفر سايد. وليه مش احب السيس لوج او مش احب الم اللوجز عن طريق السيس لوج او الار سيس لوج؟ اولا لان الليميتيشن بتاعتهم بقت واضحه جدا النهارده، بتتكلم النهارده على حجم داتا مهول جاي لك، حجم الداتا اللي انت جايبه دون عايز تسيرش في كميات داتا رهيبه. يعني تخيل انت كده عندك ويب سايت وعندك الويب سايت بتاعك دون بيدخل له 100,000 فيزيتور في اليوم، وانت عايز تسيرش في ال 100,000 فيزيتور دول على اي بي محدد. تخيل كده لو بتسيرش في اخر 3 شهور على اي بي معين، وانت بتسيرش في كميه لوج فايلز عندك حجمها وليكن 400 جيجا لوجز، تخيل بتسيرش على اي بي واحد بس في 400 جيجا تكست، ممكن تقعد فيهم قد ايه تسيرش؟ ربنا يديك الصحه بقى، ممكن تقعد لك فيهم الجهاز ممكن يلاقيهم على طول مباشره اول ما يبدا سيرش، وممكن الانتري دي تكون لسه جايه النهارده فيسيرش في اخر 3 شهور لحد ما يوصل النهارده. يعني بكل بساطه ممكن يقعد معاك 4 ساعات يسيرش، ممكن يقعد معاك 6 ساعات، ممكن يقعد معاك يوم يسيرش لحد ما يلاقي النتيجه. الله اعلم بقى يلاقي امتى، ممكن يلاقيها في الاول خالص، ممكن يلاقيها في الاخر خالص، الله اعلم بقى. انت ونصيبك بقى، انت وحظك، الانتري دي هيلاقيها فين بالظبط الله اعلم، فدي مصيبه ثانيه موجوده عندك. طيب بما ان دي واحده من اكبر ليميتيشنز اللي موجوده مع الترديشنال سيس لوج او الار سيس لوج، من فتره كده اتعمل اكتر من طريقه ان الداتا اللي بتتجمع دي، لو حد فيكم خد باله ان السيس لوج والار سيس لوج كانوا بيجمعوا الداتا عباره عن بلين تكست فايلز، يعني عباره عن كلام مكتوب، ملف تكست بكل بساطه، مفيش اي حاجه، مش باينري فايل مثلا. طيب فالناس فكرت هو انا اعمل حاجه، ما ينفعش الداتا اللي بتتجمع دي بما انها كلها عباره عن تكست، هل ممكن اعمل لها اندكسنج؟ خلاص اكيد سمعت الكلمه دي قبل كده. انت عارف عمك جوجل لما بتيجي بتسيرش جوجل، ليه جوجل بيجيب لك النتيجه بتاعتك بشكل سريع جدا جدا؟ لان جوجل عنده حاجه اسمها كراولر، كراولر ده عمال يلم طول النهار معلومات من كل الصفحات اللي موجوده، اي صفحه جديده تتضاف، اي حاجه، اي معلومه جديده تتضاف بيروح يجمعها يعمل لها فيتش ويبدا يعمل لها اندكس. الاندكسنج ده بكل بساطه ما هو الا طريقه ان هو بيجمع الداتا ويحاول يعمل لها زمزم كده زي فهرس، لو انت فكرت فيها بالعربي، لما تيجي تسيرش على الداتا دي بيبقى عارف هي مكانها موجود فين بالظبط، خلاص كده. فعمليه الاندكسنج دي هي اللي هتخليك بعد كده لما تيجي تسيرش على الداتا تبقى عارف هي فين بالظبط. فانت لو بتسيرش على سبيسيفيك تكست هيجيبه لك بشكل سريع جدا 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 من ايه، من كميه التكست الرهيبه اللي عندك اللي موجوده دي. طيب في اندكسنج سوليوشنز بقى ظهرت بشكل مخيف كتيره جدا، يعني اول واحد ظهر فيهم واللي كان موجود من عمر
كان اباتشي لوسين. تعالى كده نشوفه يا عم على اما جوجل هنا. اباتشي لوسين ده كان عباره عن سوليوشن اتعمل من 2008 2009 لو انا لسه ذاكرتي صح يعني. اباتشي لوسين ده كل وظيفته في الحياه ان انت بتدي له شويه تكست وبيبدا يعمل لها اندكسنج. اباتشي لوسين ده يا سيدي هو عباره عن فول تكست سيرش. يعني ايه عباره عن فول تكست سيرش؟ يعني لو اديت له سطر كامل هيعمل اندكسنج للسطر ده كله كده على بعضه، هيمسك الكلمات اللي موجوده في السطر كلمه كلمه ويعمل لها اندكس. فانت لما تيجي تسيرش عليها بدل ما تروح تسيرش في الداتا كلها هتروح تسيرش في الاندكس اللي ظهر دوت. وصلت؟ يعني بكل بساطه لو حبيت تفهم العمليه دي هتتم ازاي، تعالى كده اديك مثال عشان الموضوع يكون واضح معاك. تخيل كده كالعادة هو النوت بيهنج مش عارف اعمل ايه يعني كالعادة، بس اعمل ايه يعني. طيب بص يا سيدي، عندي كده مثلا تكست بتعمل زي ده. ادي جملة وادي جملة وادي جملة ثالثة مثلا. شوية كلمات اعتبر دي هي اللوج، دي اللاينز بتاعت اللوجز اللي جايه لك. طبعا انا مصغر الموضوع جدا ومخليه بسيط عشان تكون فاهمه، بس دول عباره عن ثلاث سطور بس. بس تخيل بدل ما انت بتسيرش في ثلاث سطور كاملين، الثلاث سطور دول اضربهم في مليون. بدل ما هتسيرش في 3 مليون سطر، بص لي كده، لو انت بتسيرش على كلمه زي سينما مثلا، انت ده الكي وورد بتاعتك اللي انت عايز تسيرش عليه. تخيل عندك بقى بدل الثلاث سطور دول 3 مليون سطر. وهتسيرش، هتعدي على كام سطر؟ في الطبيعة تعدي على 3 مليون سطر. لكن لو انت عامل اندكسنج، فانت الاندكسنج ده بيعمل ايه؟ بيروح كده باصص يقول لك في السطر رقم كذا، السطر رقم واحد اهو في كلمة اندكس موجودة عندي في البوزيشن رقم كذا، وفي عندي في السطر رقم اتنين موجودة برضو اهي. فسيادتك لما تيجي تعمل سيرش هو عارف ان الكلمة دي اتكررت مرة في السطر ده وفي السطر ده، حتى لو ده فايل تاني. يعني لو الكلمه دي فايل والكلمه دي فايل تاني والسطر ده عباره عن فايل تالت خالص، هيقول لك الكلمه دي اتكررت مره في الفايل ده في المكان الفلاني، خلاص في البوزيشن الفلاني في عند اقول لك ايه ده، 1 2 3 4 5 الكلمه رقم 5 في الملف الفلاني، وده الكلمه رقم 1 في الملف الفلاني، ويروح كده عامل اندكس يقول لك كلمه سينما ويحط البوزيشن بتاعها. فسيادتك لما تيجي تعمل سيرش بدل ما هتسيرش في كل الكلام ده، المره دي هنروح تسيرش فين؟ في الاندكس ده اللي متخزن فيه بس البوزيشن بتاع الكلمه دي. شوف انت الفرق، شوف انت اختصرت عمليه السيرش. ها بدل ما كنت بتسيرش في مساحه قد ايه، تخيل بدل ما تسيرش في كل المساحه دي كده بقيت بتسيرش في مساحه صغيره قد ايه. فاكيد اكيد نتيجه السيرش هتكون اسرع. ها ادي كل الفكره تمام كده. طيب اباتشي لوسين ده بقى اتبنى عليه كميه سوليوشنز كتيره جدا، منها واحد زي اللي الراجل ده كاتبه اسمه الاستيك سيرش.
تعالى كده نفتح صفحة جديدة. سوليوشن بقى مبني على اباتشي لوسين، ده حاجة اسمها إلاستيك سيرش. إلاستيك سيرش ده اللي احنا هنستخدمه. إلاستيك سيرش ده عبارة عن فول تكست سيرش انجن. يعني ايه؟ يعني اي داتا هتبعتها له هيستقبلها كده، يبدأ يعمل لها اندكسنج عندك. فول تكست سيرش يعني بيعمل فول تكست اندكسنج لاي داتا بتبعتها له. خلاص، طالما هي الداتا دي جات له بيعمل لها انجست. انجست كلمه جايه من اقول لك ايه، عارف كلمه الهضم؟ اي حاجه بتاكلها بتتهضم، صح؟ اي حاجه بتجي لك بتروح زلطها على طول، وايه، مع السلامه، ربنا يديها الصحه بقى. هو ده نفس الوضع، اي داتا تدخل له بيعمل لها انجست ويبدا يعمل لها اندكسنج، عشان بعد كده سيادتك لما تيجي تعمل سيرش يبقى موضوع السيرش بالنسبه لك ايه، بسيط وسهل. تمام كده؟ طيب، كلام جميل. الاستيك سيرش ده يا سيدي من ابسط الفول تكست سيرش انجنز اللي موجودين اللي ممكن تستخدمهم. خلاص، واحد من ابسطهم. طيب، كلام جميل. طب يا عم، طب الاستيك سيرش ده انا هشغله ازاي؟ قال لك بص، الاستيك سيرش ده انت ممكن تشغله يا اما كله على نود واحده، خلاص، يا اما ممكن تشغله على اكتر من نود، تعمل اكتر من نود كده وتضمهم كلهم على بعض وتعمل الاستيك سيرش كلاستر، بحيث ان الداتا بتاعتك يبقى فيها جزء ريبليكيتد. تخيل انت كتبت داتا هنا وكتبتها هنا برضو، فتخيل عندك النود دي وقعت، خلاص مش مشكله، تولع، لسه عندي داتا موجوده هنا، لسه هبدا ايه، او لسه هقدر ايه، اسيرش على الداتا دي، اعمل ايه، اسيرش على الاندكس بتاع الداتا دي واشوف الداتا دي موجوده فين وايه اللي موجود فيها بالتفصيل الممل. تمام كده؟ طيب، كلام جميل. طيب، ايه اللي احنا هنعمله؟ خلي بالك، الاستيك سيرش زي ما قلت لك هو كل وظيفته في الحياه ان هو يعمل ايه، ها، يعمل الاندكسنج، يبني الاندكس بتاع الداتا، يخزن الداتا ويعمل لها اندكسنج. طب، كلام جميل. هي الداتا اصلا هتوصل له ازاي؟ فاكر السيس لوج والارسس لوج؟ الارسس لوج كان عندي كده شويه كلاينتس موجودين، والكلاينتس دول بروح اعمل لهم كونفيجر ان هم يبعتوا للسيرفر عندي، والسيرفر ده عاده كان بيرسم على بورت 514 سواء كان تي سي بي او يو دي بي زي ما انت عايز، عاده بيكون يو دي بي. تمام كده؟ سواء اليو دي بي كونكشن دول انت ممكن برضه تكونفيجر كتي سي بي كونكشن عندك. طيب، كلام جميل. طب بالنسبه للالاستيك سيرش اللي عندي ده، الاستيك سيرش كده هتستقبل داتا ازاي؟ اولا، الاستيك سيرش مبدئيا محتاجه حد يبعت لها الداتا، محتاجه داتا توصل لها الاول عشان تشتغل، صح؟ طيب، الاستيك سيرش للاسف ما بتقدرش ان هي تستقبل سيس لوج داتا لوحدها كده، ما بتقدرش تستقبلها. طب يا عم، طب هبعت لها داتا ازاي؟ ايه ده، انت بتقول لي على حل للمشكله وفي نفس الوقت هي مشكله في حد ذاتها. اقول لك بس ثانيه واحده، عشان احل المشكله دي، عشان احل المشكله دي انا هستخدم حاجه تانية معاها، مثلا زي لوج ستاش، او هستخدم حاجه زي فلوينت دي. فلوينت دي ايه يا عم؟ لوج ستاش وفلوينت دي دول، لوج ستاش ده عباره عن كل بساطه، بكل بساطه عباره عن سيرفيس، او هو او فلوينت دي اللي ينطبق على ده ينطبق على ده. بالمناسبه، كل وظيفتهم في الحياه لما تشغلها ممكن تقول له خد الانبوت بتاعك من، ممكن يكون فايل، ممكن يكون سيس لوج، ممكن يكون نت فلو، وطلعه كاوتبوت، والاوتبوت بتاعه ممكن اقول لك، ممكن اقول له خد الاوتبوت بتاعه ارميه في فايل تاني يا عم، او خد الاوتبوت طلعه على جيسون، او طلعه على يامل فورمات، او خد الاوتبوت ده وروح ابعته لمين؟ للالاستيك سيرش اللي موجود عندي. يبقى انا كده لعبتها صح. طالما الالاستيك سيرش مش بيسبورت ان انا ابعت له الداتا كاسيس لوج مباشره،
طب خلاص، طب انا هستخدم تول تانية، التول دي زي لوجستاش او فولونت دي، تمام؟ كل وظيفتهم في الحياة هم هيستقبلوا الداتا، وبعد ما يستقبلوا الداتا هيعملوا ايه؟ ها، هم بقى بعد كده ممكن تقول له طلع الاوتبوت ده، خد انت خدت الداتا كانبوت من السيس لوج، طلعها لي كاوتبوت كجيسون مثلا، او طلعها لي كاوتبوت للإلاستيك سيرش، او طلعها لي كاوتبوت في يعمل فورمات، تمام كده؟ تمام. يبقى انا كده، يبقى كده حليت المشكله ان انا استقبلت الداتا وبعتها للإلاستيك سيرش، إلاستيك سيرش خزنها وعمل لها اندكسنج. طب دلوقتي في مصيبه ثالثه، انا بعد ما خزنت الداتا في الإلاستيك سيرش، طب هو انا هريتريف الداتا دي ازاي؟ لو حبيت اعمل سيرش على اللوجز دي، يعني انا في الاخر هخزن الداتا، طب انا عايز استرجعها بقى، انا عايز اعمل سيرش على كلمه زي اللي احنا شفناها من شويه اللي كانت اسمها سينما دي، او عندي ايرور في اللوج وعايز ادور على الايرور ده، كيرنل ايرور مثلا، وعايز ادور على كيرنل جنبه كلمه ايرور، ايه ده؟ طب انا هجيب الكلام ده ازاي؟ قال لك بس ثانيه واحده، احنا عم هنعمل لك كده ابلكيشن، او هنعمل لك تول بسيطه كمان تساعدك وتظبط لك الدنيا. التول دي اسمها كيبانا. ايه بقى كيبانا دي؟ كيبانا دي بكل بساطه ما هي الا عباره عن ويب انترفيس ظريف كده. الويب انترفيس ده هتقول له روح انت خد الداتا بتاعتك منين، المره دي مش هخزن بقى، ده انا هريتريف، صح؟ هقول له استقبل انت الداتا او اسحب الداتا من الالاستيك سيرش اللي موجود عندي، ويبدا يعرض لك الداتا يعني عندك في شكل لوجز، وانت ممكن بعد كده تبدا تعمل جرافس بقى وتطلع بارز كده ورسوم بيانيه شكلها ظريف من الداتا اللي جات لك دي. خلاص، يبقى انت كده عملت بكل بساطه فولي فيتشرد لوج سوليوشن. طيب تعالى كده نرسم بقى ايه اللي احنا عايزين نعمله هنا، الشكل النهائي للايه، للاختراعات اللي احنا قاعدين نخترعها من الصبح دي. يبقى انا بكل بساطه في عندي كلاينت موجود، الكلاينت ده هو ممكن يكون سيرفر تاني او ديسكتوب تاني او ايا كان. الكلاينت ده هيبعت الداتا لمين؟ يا اما للوج ستاش، يا اما لفولونت دي. طيب لوج ستاش او فولونت دي هيستقبل الداتا، ممكن ياخد الانبوت بتاعه كسيس لوج، وبعد كده يبدا هو يبعت لمين يا عم؟ يبعت للإلاستيك سيرش كلاستر اللي موجود عندك. الإلاستيك سيرش كلاستر الموجود عندك ده في نود او اكتر، ممكن يكونوا 2 نودز، 3 نودز، 4 نودز، 6 نودز، 10 نودز، 20 نودز، براحتك زي ما انت عايز. والله كل ما الداتا تكبر عندك، كل ما ايه كبر فيها براحتك زي ما انت عايز. طيب بعد كده بقى حضرتك، بعد كده بقى المفروض يكون في عندي راجل هنا كده سيستم ادمن، الراجل ده كده المفروض يكون عنده مونيتورنج سوليوشن. المونيتورنج سوليوشن بتاعه اللي هو هنا اللي هيكون اسمه كيبانا، ده هيديك نايس انترفيس. كيبانا دي هي اللي هتروح تسحب من مين؟ ها، تسحب من الإلاستيك سيرش، يعني هي هتروح تبص على الداتا بشكل مباشر، شايف؟ والراجل ده في الاخر يطلع له رسوم بيانيه جميله قوي قدامه هنا كده، والرسوم البيانيه دي فيها اشكال ودوائر ومربعات، بتطلع له بقى مثلا نسبه الرسائل الايرور قد ايه في اخر ساعه مثلا، يطلع له اللوجز نفسها، التكست بتاع اللوج يطلعه له، كل البيانات اللي موجوده عندك تقريبا، اي حاجه جات لك في اللوجز ممكن تبدا تعمل لها اناليسز، وتعمل لها اناليسز بشكل محترم، ممكن تبدا تبني جرافس ليها. الجرافس دي زي هيستوجرام مثلا، زي باي تشارت، زي بار تشارت، وايش حياتك بقى، ربنا يديك الصحه. انت انليمتد اوبشنز موجوده معاك، كل اوبشن فيهم ممكن يطلع لك كميه معلومات انت مش متخيلها. تخيل لو عايز تعرف مين اكتر اي بي ادرس مثلا بيطلع ايرور، مين اكتر اي بي بيحاول فيه بيعمل مشكله هنا، مين اكتر اي بي بيحاول يريكوست يعمل ريكوستات على السيرفر عندك، انت عايز تديتكت دوس اتاك او دي دوس اتاك، وعايز تجيب الراجل ده من قفاه، تمام؟ فالكيبانا ما هي اللي عباره عن تول، التول دي وظيفتها ان هي تروح تسحب الداتا من الاستيك سيرش وتجيبها وتبدا تعمل لها ايه، جرافنج عندك، تمام كده؟ فشايف سوليوشنز بسيطه جدا، رخيصه جدا، ممكن تبدا تبني ها سوليوشن محترم، ممكن تستخدمه تقريبا يعني يعمل اي حاجه حرفيا،
بالمناسبة ده ممكن تستخدمه كلوك سوليوشن عادي جدا، وممكن برضو تستخدمه كسيم سوليوشن. معرفش حد فيكم سمع عن كلمة سيم قبل كده، ما علينا يعني، خلينا هنرجع لدي بعدين. بس خلينا نبدأ نشتغل على الايه السوليوشن بتاعنا دول. فالسوليوشن بتاعي دلوقتي خلينا نشتغل على البيزك سيت اب او الموست بيزك سيت اب اللي ممكن نعمله. تمام، تعالى بقى كده نرجع للديزاين بتاعنا. ارجع بقى كده يا عم الحاج للديزاين. بالمناسبة انا عايز اعمل الديزاين ده شكله كده يتفهم. فبما ان ون نوت عمال يهيس، تعالى كده نجرب وورد، يمكن ربنا ينفخ في صورته وما ايه ما يفرقعش في وشنا زي ون نوت. فالمفروض السيت اب بتاعي هيكون كالتالي. تعال الاول كده نمسك السيت اب بتاعنا ده. المفروض نعمل drawing tools هنا لو انا لسه فاكر صح. موجودة هنا اهي صح كده. فالمفروض السيت اب بتاعي هيكون كالتالي. اولا المفروض يكون عندي 3 نودز. الثلاثة نودز دول طبعا انت المفروض لو انت بتتكلم على مهندس محترم المفروض بقى تجيب فيزيو وتبدأ تبلد الكلام ده بشكل يعني محترم، مع ان ما عندناش وقت، انا مش هقعد ابني فيزيو في الكورس يعني مش للدرجه دي. بس المفروض تجيب فيزيو وتقعد تبلد الكلام ده بشكل كويس. المفروض يكون في عندك الاستيك سيرش نود، ده الاستيك سيرش نود واحد، وده الاستيك سيرش نود اتنين، وده الاستيك سيرش نود تلاتة. ماشي كده. طيب الاستيك سيرش نودز دي الداتا هتوصل لهم من، خلينا نبدا بنود واحده في البدايه وبعد كده ممكن ازود نود تانية. النود الاولانيه عندي دي انا هشغلها فلوينت دي او لوج ستاش مش فارقه ايا إن كان انا هشغلها ايه. تعالى يا عم كده النود دي مثلا شغلها لي كلوج ستاش. تمام كده. واللوج دي او اللوج ستاش ده هيستقبل اللوجز كاسيس لوج عادي خالص. يبقى من وجهة نظر الكلاينت اللي هيبعت، الكلاينت ده بالمناسبة ممكن يكون سيرفر او ممكن يكون لابتوب او ايا كان الجهاز اللي موجود عندك اللي بيبعت اللوجز دي، هو ما يعرفش لو بعت اللوج ستاش او بعت السيس لوج عادي جدا. تمام كده. طيب لسه في عندي حاجة تانية. لسه في عندي حاجة تانية اللي هي مين؟ الكيبانا، وده الويب انترفيس بتاعي. وكيبانا دي اللي الاند يوزر هيبص عليها او الاوبريتور هيبص عليها، الراجل الادمنستريتور هيبص عليها. والكيبانا دي بتروح تجيب اللوجز منين؟ من الالاستيك سيرش نودز اللي موجوده عندي. طيب كده اول حاجه ما عملتها. طيب مبدئيا هي الداتا كلها بتتخزن فين؟ الداتا كلها بتتخزن هنا صح؟ معنى كده ان انت اكبر مساحات للداتا انت محتاجها هتكون هنا. طيب كلام جميل. حاجه ثانيه عايز اقول لك عليها، انت لما تيجي تبلد الالاستيك سيرش، الالاستيك سيرش لو انت شفت اصلا اباتشي لوسين كان مكتوب بايه؟ اباتشي لوسين من البدايه كان مكتوب بالجافا خلاص. فبالتالي لما جت الالاستيك سيرش تتكتب اتكتبت هي كمان، او انها مبنيه على الاباتشي لوسين، فالالاستيك سيرش هي كمان مكتوبه بالجافا. طبعا بما اننا شايفينها مكتوبه بالجافا فمعنى كده ان خوازيقها كتيره من ناحيه ايه؟ الريسورسز. حلو. يبقى لما تيجي تشتغل الاستيك سيرش لازم تحط في اعتبارك موضوع الريسورس يوتيلايزيشن، لان الالاستيك سيرش يعني بكل بساطه دي حاجه مقرفه جدا في موضوع، في حاجتين: الرام، الحاجة التانية السي بي يو. ليه الرام والسي بي يو؟
عشان موضوع الاندكسنج الحيوان ده. خلاص، موضوع الاندكسنج ده حاجه ريسورس انتنسيف بشكل خيالي. خلاص كده، فلازم تحط في اعتبارك الحكايه دي. يعني ما تروحش مثلا تروح تقول لي انا هبلد الاستيك سيرش نودز ب 2 جيجا رام مثلا او 4 جيجا رام، انت كده بتهرج بقى يعني. بالمناسبه انا ما اقدرش اديك ارقام لانه معتمد على حجم الداتا اللي هتيجي من اللوج ستاش اللي موجوده هنا. اه، في حاجه كمان عايز اقول لك عليها، انت ممكن يكون عندك بدل اللوج ستاش سيرفر واحد ممكن يكون عندك 300 لوج ستاش سيرفر، 400 لوج ستاش سيرفر، براحتك. كل ما عدد الكلاينتس عندك يزيد ممكن تزود لوج ستاش سيرفر جديد وخليه يبعت هو كمان الداتا، ما عندكش اي مشكله في كده. طيب، كلام جميل. حاجه تانية، بما ان الداتا كلها بتتخزن هنا يبقى المفروض الديسك سبيس، اكبر مساحه للديسك سبيس هتكون موجوده فين؟ برضه هتكون موجوده هنا. طيب، حاجه تانية، اللوج ستاش ده بيستقبل اللوجز، هل بيخزنها؟ لا، اللوج ستاش مش بيخزن اللوجز. امال اللوج ستاش بيعمل ايه؟ اللوج ستاش بيستقبلها وبعد كده بيطبق عليها بعض الرولز وبعد كده بيرجع يبعتها لمكان تاني. ممكن يكون المكان التاني بالمناسبه ده فايل، ممكن يكون المكان التاني ده سيرفر سيسلوك سيرفر تاني، ممكن يكون لوج ستاش اسف ممكن يكون الاستيك سيرش سيرفر تاني. خلاص، معنى كده ان اللوج ستاش ده عادة الريسورس يوتيلايزيشن بتاعته مش هتكون زي ده ابدا، خصوصا في موضوع الديسك سبيس. بس انت محتاج يكون عندك ديسك بيرفورمانس محترم يسمح له ان هو يهندل كل الاي اوبس دي. يعني تخيل عندك اللوج ستاش سيرفر ده كل لوج ستاش سيرفر بيستقبل له وليكن 30,000 مسج بير سكند، ماشي كده؟ اللوج ستاش بيقدر يهندل فيهم وليكن 25,000 مسج بير سكند، وفي ال 5,000 الباقيين بيتحطوا في البفر في الرام لحد ما تكون الدنيا فاضيه، يبدا بعد كده يعمل له كيوينج. فلما يحطه في الرام تبدا تعمل سوابنج. ايه ده؟ طب ما تبدا تعمل سوابنج، ما البرفورمانس هيقل والديسك سبيد هنا قليله. يبقى لازم تحط دي عندك في الريكويرمنت. فاكر لما قلت لك الريكويرمنت بتاعتك؟ اه، ده انا هحط لوج ستاش، يبقى المفروض الديسك بتاع اللوج ستاش ده ما تكونش مساحته كبيره لكن يكون البرفورمانس بتاعه ايه؟ يعني معقول. هنا ما اقدرش اديك رقم لانه يعتمد على حجم الداتا اللي هتبعتها للوج ستاش سيرفر. ممكن يكون معقول بالنسبه لك ديسك واحد ميكانيكال عادي، مفيش اي مشكله فيه. ممكن يكون كلمه معقول دي معناها ديسك او اتنين اس اس دي. ممكن يكون معقول بالنسبه لك 20 ديسك اس اس دي وكلهم شغالين على ريد وكلهم شغالين في نفس الوقت والجهاز بيطير، فكله معتمد على حجم الداتا اللي بتبعتها. ماشي كده؟ طيب، الكيبانه بقى، الكيبانه دي بنت حلال، الكيبانه دي لا محتاجه ديسك سبيس كبيره، مش محتاجه ديسك سبيس كبيره ابدا. ليه؟ لان مفيش اي حاجه بتتخزن عليها تقريبا الا حاجات بسيطه جدا، اللي هي الكويري ريزلتس اللي انت جمعتها منين؟ من هنا، من الالاستيك سيرش سيرفرز دول بس كده. معنى كده الديسك سبيس هنا انت مش محتاج ديسك سبيس كبيره، رقم واحد. طيب، بالنسبه للسي بي يو بيرفورمانس، هل انت محتاج سي بي يو بيرفورمانس خيالي؟ لا برضه، يعني لو خليت الكيبانه سيرفر دون 8 جيجا رام مثلا و2 كور ومثلا 60 جيجا ديسك او 100 جيجا ديسك، والله دول هيبقوا اكتر من كافيين عشان تشغل الدنيا من غير اي مشاكل. تمام كده؟ ها، خلي افتكرت دلوقتي، فهمت ليه دلوقتي كنت بقول لك ايه الريكويرمنت؟ شفت هنا الراجل ده الريكويرمنت بتاعه مختلفه تماما عن ده. فلو انت عندك ديسك او انت عندك ستورج هتروح تبص على الاستورج، ايه يا عم انا محتاج اي اوبس قد ايه عشان اشغل السيستم دون، والا الدنيا عندك هتبقى بطيئه جدا بشكل خيالي، تخلي السوليوشن ان يوزابل ومحدش عايز يستخدمه، وهتلاقي الناس كلها بتسب لك وبيشتموا فيك ومطلعين عينيك. ها، وضحت الفكره؟ اه طبعا، ممكن تطلع الكيبانه للاند يوزر وممكن تعمل جرافس، والجرافس دي اليوزر اسمه اكس من حقه يشوف الجراف 1 و2 و3، واليوزر اللي اسمه واي يشوف 1 و2 و3 و4 و5. تمام كده؟ الالاستيك سيرش انا قلت لك في الاول ممكن تعمل الالاستيك سيرش بنود واحده بس، مفيش اي مشكله. بس تفتكر انت كل الداتا عندك متخزنه في نود واحده،
لو الإلاستيك سيرش نود دي راحت حرفيا كل حاجة عندك راحت، كل حاجة خلاص انت خسرت زي ما بيقولوا كده، الجلد والسقط يعني، ما عادش عندك حاجة، لا انت قادر تسيرش على الداتا القديمة ولا قادر تخزن داتا من الداتا الجديدة اللي جاية لك. فايه بقى الفايدة اللي انت عملتها؟ لكن لما يكون عندك كلاستر، ها ايه اللي بيحصل؟ ممكن تقول له انا عايز 3 كوبيز من الداتا دي، انا هعمل كلاستر ب 10 نودز مثلا، وعايز كل جزء من الداتا يتخزن 3 مرات، بحيث ان لو عندك سيرفر او 2 وقعوا برضه يفضل عندك نسخة موجودة، ها ترجع لها. طيب الراجل ده سأل سؤال برضه بيقول لك هل اللوجز لازم تكون موجودة لأكتر من 30 يوم مثلا؟ أولا ده يعتمد على المؤسسة اللي أنت موجودة فيها، في ناس بيحطوا كده ريكويرمنت، سكيورتي ريكويرمنت بتاعتك، تقول لك الداتا عندك أو اللوجز اللي عندك لازم تكون موجودة لآخر 3 شهور. في ناس تانية بتقول لك لا يا عم أنا لازم لآخر 6 شهور. في ناس تانية زي السكيورتي أورجانيزيشن بقى، لو بتتكلم على مؤسسة مثلا، مؤسسة حربية، مخابرات بتاع، في ناس بيسيبوا اللوجز لحد 3 سنين ورا. ما اقدرش اديك رقم، كله يعتمد على الريكويرمنت بتاعتك، كله يعتمد على الريكويرمنت بتاعتك والبادجت طبعا بكل بساطه. ما انت ما تقدرش تحط لي بزنس ريكويرمنت واوبريشنال ريكويرمنت والبادجت بتاعتك 500 جنيه، يعني خليك منطقي يعني، صح؟ لازم تكون يعني في عقلانيه شويه، صح؟ فحاجه طبيعيه يعني، ماشي. فعادة بيكون المؤسسات الأمنية دي بيكون معاها البادجت بتاعتهم انليمتد، يا عم ده أنا عايز مثلا سوليوشن يكفي الداتا بتاعة دولة كاملة. فلما تيجي تتكلم على السكيل دون، ساعتها مش هكلمك على سيرفر واحد إلاستيك سيرش ولا 5 ولا 10، ممكن تلاقي الإلاستيك سيرش كلاستر دون 50 سيرفر، 50 فيزيكال سيرفر إلاستيك سيرش، ممكن تلاقي اللوج ستاش سيرفرز دولا أو الفولونت دي دولا حوالي 10 سيرفرات بيستقبلوا الداتا، وبعد كده يرجعوا يبعتوها لي الاستيك سيرش كلاستر، وتلاقي الكيبانه دي عباره عن 3 كيبانه مثلا او 4 كيبانه موجودين. وصلت؟ اولا اكتر من نود مش لمجرد الريدندنسي، لا حلو، اكتر من نود ريدندنسي ده رقم واحد. رقم اتنين، اولا انت لما بتيجي تكتب الداتا، تمام، الداتا دي بتتقطع لحتت. خليني بس مش عايز اخش في موضوع الاستك سيرش لان ممكن نقعد نشرح فيه يومين اتنين ورا بعض او 3 ايام. طيب خلينا بس نتكلم بشكل كده هاي ليفل جدا. الاندكس اللي موجود عندك دون بيتقطع حتت، تمام كده، والاندكس ده لما يجي يتقطع كل حته بتكون موجوده على نود معينه. طيب السؤال بقى يا عم، هو لو الاول خليني بس اتكلم في الحته دي، هو لما اجي اسيف الداتا هعمل رايت لكل النودز في نفس الوقت؟ لا، هترايت على الماستر نود او النود اللي هي ماسكه الاندكس ده. طب والريبليكيشن؟ قال لك اول ما يتكتب على 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 الماستر نود دي اوتوماتيك هيتعمل له ريبليكيت على السليف نودز اللي موجودين، ماشي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، طب لما انا اجي اعمل سيرش بقى، ها لما اجي اعمل سيرش هل بسيرش من الماستر نود بس؟ لا، لما بتيجي تعمل سيرش بيروح يسيرش على النودز اللي موجوده كلها اللي عليها نفس الاندكس كابي دي، يعني لو الاندكس ده كان فيه 3 نسخ منه على 3 نودز مختلفين هيروح يسيرش في الثلاثة ويشوف مين اسرع واحد فيهم جاب الريزلت ويبعتها لك يرجعها لك مره ثانيه. خلاص كده؟ طيب حلو. اللوج ستاش وظيفته ايه؟ اللوج ستاش كل وظيفته في الحياة انه يستقبل اللوجز بس، وبعد ما يستقبلها يعمل اعادة توجيه ليها بفورمات معين. ممكن يكون الفورمات ده عبارة عن فايل، ممكن اقول له خد اللوجز استقبلها واعملها لي سيف فايل، او خد اللوجز دي وارجع ابعتها لي لاستيك سيرش، او خد اللوجز دي وسيفها لي فورمات جيسون مثلا. بس ادي كل وظيفة اللوج ستاش. طيب اللوج ستاش ايه يا عم؟ ده وظيفه تعبانه قوي، الراجل ده حيوان قوي يعني، ما بيعملش اي حاجه في الدنيا غير انه سلم واستلم، استقبل اللوجز، ابعت اللوجز. ايه يا عم الهبل ده؟ هقول لك ثانيه واحده بس، اللوج ستاش ممكن يعمل اكتر من كده. اللوج ستاش ممكن احط عليه فلترز. اللوج ستاش بيعمل 3 حاجات، انبوت وفلترنج واوتبوت. يستقبل الداتا،
بعد كده ممكن تحط له فلترنج رولز، ممكن اقول له لو الداتا دي جايه والداتا دي اللوج ليفل بتاعها دي باج فرقعها مش عايزها ما تبعتهاش للاستك سيرش، او لو الداتا دي جايه لي من الماشين الاي بي بتاعها كذا ما تبعتهاش للاستك سيرش، دي الماشين دي يا عم دي تيست ماشين مثلا مش محتاجه اشوف اللوجز بتاعتها. وصلت؟ ولما اجي ابعت الداتا ممكن اقول له ابعت الداتا بقى لاتجاه معين، ابعتها للنود الفلانيه او ابعتها للنود كذا او كذا او كذا. وصلت؟ فاللوجستاش مش غبي للدرجه دي، لا اللوجستاش كونفيجرابل، يعني موضوع الفلترنج اللي فيه ده اهم حاجه تكون موجوده. مش كده وبس، اللوجستاش فيه حاجه مهمه جدا، ان اللوجستاش يستقبل الداتا صح؟ هو انا ممكن اعمل مانيبيليشن للداتا دي؟ هل ممكن اعمل مانيبيليشن للداتا دي؟ يعني الراجل ده استقبل خلينا اديك مثال حلو قوي، مثال حلو جدا. انا عندي مثلا يا سيدي اباتشي لوجز، اباتشي لوجز دي جايه لي ليا انا كلوجستاش، ماشي كده؟ طيب اللوجز دي لما جات لي كان فيها الاي بي ادرس بتاع الكلاينت اللي طلب الصفحه بتاعه الموقع دي. هو انا ممكن اخد الاي بي ادرس دون واروح الاي بي ادرس ده معلومه جايه في اللوجز اصلا صح؟ مفيش حاجه جديده. طب هو انا ممكن اخد الاي بي ادرس دون واروح ادور على حد فيكم يعرف عن حاجه اسمها الجيو لوكيشن، الجيو اي بي داتابيز؟ هل ممكن اروح اجيب الاي بي ادرس ده واروح ابص على الجيو اي بي داتابيز ومن الجيو اي بي داتابيز دي اعمل ماتش للاي بي اشوف مكان امه فين؟ تعالى هنا خد يا تعالى انت الاي بي ادرس بتاعك 1.2.3.4 ده كان جاي من امريكا، ده جاي من امريكا من ولايه كذا، من ولايه كذا، من مدينه كذا، من المنطقه كذا، تجيب مكانه بالظبط. وبعد ما اجيب مكانه لما اجي ابعته للالاستيك سيرش اقول له يا الاستيك سيرش خزن كمان مع المعلومه دي الكوردينيتس اللاتيتيود بتاعه كذا واللونجيتيود بتاعه كذا. ممكن اعمل كده. وبعد كده حضرتك ترجع بقى بكل بساطه على الكبانه تقول انا عايز اطلع ماب، ماشي كده؟ والماب دي انا هجيب السبوتس اللي موجوده عليها عن طريق الفيلد اللي اسمه لاتيتيود والفيلد اللي اسمه لونجيتيود. هيروح بقى يبص في اللوجز اللي عندك، الفيلدز دي لو موجوده هيروح يشوف اتكررت كام مره، وبعد كده يرجع تبدا تعمل لها سبوتنج على الماب، تبدا تطلع تشوف المشاكل كلها موجوده فين. فلو عندك دوس اتاك او دي دوس اتاك جايه من مكان معين، بكل بساطه ممكن تشوف التوب اي بيز وتحدد مكانهم فين بالظبط وتطلعهم قدامك على خريطه، حاجه كده يعني. شوف كميه الدلع اللي في الدنيا، تعالى كده اوريها لك. كيبانا ماب، تعالى كده هوريك حاجه كده، يعني ايه حاجه يعني حاجه زي كده. تخيل ده فعلا ده دي داشبورد من الكبانة، دي داشبورد من الكبانة، مش فيلم، مش واحد مستهبل يعني. تخيل بجد والله حرفيا لو ربنا ادانا صحه وعشنا هوريك حاجه زي كده، ازاي تبلد حاجه زي كده، مش ازاي تبلد، هنبلد حاجه زي كده. ده الهدف بتاعنا بكل بساطة. شايف؟ ده اللي انت المفروض تبلده في الآخر. ها؟ ماشي؟ حاجة زي كده يا سيدي. شايف؟ مين اللي عمل اكسس للسيرفر بتاعك؟ وعمل له اكسس منين؟ والتوب اي بيز جاية منين؟ وعدد الاكسس ده كم مرة؟ كل التفاصيل دي. ها وضحت؟ فاللوجستاش مش اهبل، اللوجستاش ممكن يعمل مانيبيليشن لللوجز اللي جايه لك. وصلت؟ مانيبيليشن ممكن يضيف لها فيلد ما كانش موجود اصلا، ممكن يحذف منها فيلد كان موجود. يعني عندك فيلد مثلا كان موجود فيه البروسيس اي دي، بس البروسيس اي دي ده انا مش عايزها يا عم، احذف لي الفيلد دول. حاضر، روح للفيلد ده واحذفه عادي جدا، مش اي مشاكل. فاللوجستاش برضو مش حاجه بيزك قوي للدرجه دي، لا. او الفولونت دي لوجستاش او فولونت دي. بالمناسبه السوليوشن ده
عشان برضو ما انساش، السولوشن ده بيطلق عليه حاجه من اتنين، يا اما اي ال كي الاستيك سيرش لوج ستاش كيبانا، يا اما لو انت استخدمت فلوينت دي اللي هي بتعمل نفس الالاستيك اللي هي نفس اللوج ستاش بيعمله، هيبقى اسمها اي اف كي الاستيك سيرش فلوينت دي كيبانا. خليك فاكر ان اللوج ستاش والفلوينت دي بيعملوا تقريبا نفس الحاجات مع بعض، نفس الحاجات بيعملوها. خلاص طيب، كلام جميل، كلام جميل لحد دلوقتي، كلام زي الفل. طيب ايه تاني يا عم؟ يبقى احنا كده ده المفروض هنعمل له بيلد، يبقى دي كده اول حاجه قررنا ان احنا نعمل لها بيلد عندنا. الحاجه التانيه اللي هنعمل لها بيلد، انا قلت احنا محتاجين ان تي بي ومحتاجين دي ان اس، صح؟ محتاجين الاثنين دول. خلاص مين؟ بكل بساطه انا محتاج ان تي بي ومحتاج دي ان اس ومحتاج اوثنتيكيشن كل الكلام ده، فانا برضو هانستول الايبا سيرفر بتاع ريد هات اللي موجود عندي. فاكرين الايبا سيرفر؟ هنعمل له انستول عندنا هو كمان، بحيث ان هو ان انا اشغله كدي ان اس واستخدمه كمان في الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. خلاص في الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن اللي موجود عندي، ادي تاني حاجه هعملها. طيب بعد ما نعمل الاثنين دول، بعد ما نعمل الاثنين دول، الحاجه الثالثه اللي هنبدا نشتغل عليها، هنشتغل على الميل سيرفر. والميل سيرفر هنا هنستخدم بوست فيكس، وهنستخدم دوف كوت عشان نبلد الميل سيرفر بتاعنا، عشان نبدا نبعت ونستقبل ميلز. تمام كده؟ يبقى دول حاجتين كمان هنشتغل عليه، او دي حاجه كمان هنشتغل عليها. ماشي. ايه تاني يا سيدي؟ تقريبا كده دول الانفراستراكشر اللي هتساعدني عشان اشتغل، يعني كل اللي احنا هنعمله دون ده بس عشان ابلد الانفرا اللي هتخليني اشتغل. انا لحد دلوقتي ما بنيتش اي حاجه لسه، يعني لحد اللحظه دي كده لسه ما عملتش اي حاجه من اللي هنشتغل عليها فعليا، دول عشان ابلد الانفرا بس. فتعالى نعد كده احنا عندنا كام نودز موجودين دلوقتي، تعالى نعد كده عندنا كام نودز موجوده. انا عندي 3 الالاستيك سيرش، والرابعه لللوج ستاش، والخامسه للكيبانه، وعندي الايبا سيرفر ده 6، وعندي الميل سيرفر ده كده 7. يبقى انا محتاج كده توتال، تعالى بقى كده ايه نكتب الكلام ده، 3 نودز دول الاستيك سيرش، نود واحدة لوج ستاش، ونود واحدة كيبانا، وعندي نود ايبا، وعندي كمان نود للميل. طب انا ليه عملت الميل دلوقتي في البداية كده؟ عملت الميل بعد كده عشان لما يكون عندك اي حاجه وعايز تبعت ايميل نوتيفيكيشن، هنبعت على الميل اللي احنا هنعمله ده. خلاص كده يبقى احنا في نفس الوقت جربنا الميل سيرفر، عملنا انستول الميل سيرفر، وفي نفس الوقت جربناه. بس احنا لو قابلتنا اي مشكله بقى فيه واحنا ماشيين كده بالمره ايه نشتغل عليها نحلها. ها هل وضحت الرؤيه كده؟ حلو. لسه بقى انا كنت مستني السؤال ده من ساعتها، هل ال NTP هيكون نود لوحده ولا ايه ظروفه؟ مبدئيا الايبا سيرفر اللي هنا، الايبا سيرفر اللي هنعمله هنا مبدئيا ممكن تشغله برضو ك NTP سيرفر. بالمناسبه الايبا سيرفر لما تيجي تعمله انستول ريد هات ما بتديش اي ريكومنديشن ان انت تشغل ال NTP سيرفر على نفس الايبا سيرفر، خصوصا لو النتورك بتاعتك فيها الاف الكلاينتس. لكن في حالتك انت كل النودز اللي موجوده عندك، كل الكلاينتس اللي موجوده عندك
بالعربي كده كلها على بعضها اللي مش هتتخطى في اي عامل الاحوال 15 سيرفر مثلا. فانا ممكن وانا بانستول الايبا سيرفر اقول له كمان خليك يا عم الحاج انت بي سيرفر في نفس الوقت، وتبقى كده كل مشكلتنا في الحياه اتحلت. ها وضحت؟ تمام؟ تمام. على فكرة اللي احنا بنعمله ده ستاندرد. انت تخلي ال NTP على نفس الاي بي سيرفر لو عدد الكلاينتس اقل من حاجة معينة، ده مش بنقول اي كلام لحد دلوقتي. انت كل الكلاينتس اللي عندك 15 كلاينت، 20 كلاينت، 50 كلاينت. طيب انا ليه بقى قلت لك انا ممكن استول ال NTP على نفس الماشين اللي عليها الاي بي؟ لسبب، وانا كنت مستني انت اصلا جيت للحته دي لانها بالنسبه لي حته مهمه جدا. بص، لو في ايدك باي حال من الاحوال تقلل الانفايرومنت قدر الامكان بحيث ان هي تبقى على قد الشغل، ما فكرش قللها. لو في عندك احتماليه 1% ان انت تقلل قدر الامكان، قلل. كل ما تقلل عدد النودز او عدد السيرفرز كل ما الفيلير دومين بيقل. تخيل لو عندك 15 عربيه، هتقول الله مية مية يا عم الحاج، انا عندي 15 عربيه صح، بس انت بتستخدم عربيه معينه مثلا تروح بيها الشغل، وعربيه للسوق، وعربيه عشان تفسح المدام، وعربيه عشان تخرج مع اصحابك. 15 عربيه، تخيل انت كده عندك جراج كامل بتاعك. بس انت كده في عندك مصيبه تانيه صح، انت مبسوط وفرحان والدنيا تمام التمام معاك يا عم. طب في عندك مصيبة. ايه يا عم المصيبة؟ المصيبة ان انت عندك 15 مشوار مينتيننس سنويا، مش سنويا، كل شهرين ثلاثة بقى صح، ومضطر تدفع لل 15 مشوار دول مصاريف صيانة وبنزين وحوارات فاشلة ملهاش اي لازمة. طب تخيل لو كان كل عندك عربية واحدة او اتنين، هل ممكن تقضي مشاورك بالاتنين دول؟ هل هيأثروا عليك لو انت خليتهم اتنين؟ والله يمكن واحد يقول لك يا عم بص انا عربيتين دول ما يكفونيش، انا يا عم انا بروح مشوار كل يوم من القاهره لاسكندريه، واخر الاسبوع بروح مشوار للبلد عندنا، ومراتي محتاجه عربيه عشان تودي العيال المدارس، فانا اتنين ما يكفونيش. هو احتياجاته كده، اتنين مش مكفيين، نعمل ايه؟ خلاص مفيش مشكله، والله دي مشكلته هو مش مشكلتي انا صح. ممكن واحد تاني احتياجاته يجيب طياره، كريستيانو رونالدو، ها مش هيشتري عربيه زي بتاعتنا التعبانه انت بتجيبها ب 50,000 جنيه وتمشي في البلد تتنطط على خلق الله. هو الراجل ده احتياجاته وجيب طياره. يبقى انت بص على الاحتياجات، لو في طريقه تقلل بيها الحاجه اللي موجوده عندك قللها، ودي نصيحه يعني حطها حلقه في ودنك، كل ما تكتر كل ما خوازيقك هتكتر حرفيا. كتر في النودز، كتر في الاوبريشنال اوفر هيد، كتر في النودز، كتر في فلوس الصيانه، كتر في النودز، كتر في الفيلير دومينز. الفيلير دومين ده بقى ممكن يكون فيزيكال، ممكن يكون فيرتشوال، ربنا يديك الصحه فيهم بقى. احتماليه وجود باجز بيكتر كمان، محتاج فلوس للسبسكريبشن اللي تشتريه او اللايسنس ايا يعني كانت بقى، فبتدخل نفسك في حوارات ملهاش اي لازمه يعني. ابعد عنها. تمام كده؟ تمام. يبقى كده الحمد لله احنا بدأنا النهارده بانترودكشن، اتكلمنا فيها على ايه اللي المفروض هنعمله. خلاص بكل بساطه انا عندي هنا فيرتشوال انفايرمنت دي اللي اشتغل عليها، انا واخد تيست فيرتشوال انفايرمنت هنا على التيست لابس بتاعت ريد هات. بمناسبه كل اللي احنا بنعمله ده عباره عن تيست انفايرمنت، والتيست انفايرمنت دي ملهاش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بريد هات. التست انفايرمنت دي كل وظيفتها في الحياه ان احنا بس نبراكتس عليها بس بنساعد الكوميونتي ان الناس تتعلم الايه؟ التكنولوجي فقط. وكل اللي احنا هنتكلم عليه ملوش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالاوفيشال تريننج ايا كان. ومحدش يحاول يفكر يسال احنا هنعمل اوفيشال تريننج، ده مش اوفيشال تريننج. كل التريننج اللي بنعمله دون هدفه ان احنا نعلم تكنولوجي مش اعلم برودكت. انا مش هاجي اقول لك روح استخدم ريد هات برودكت. خلاص؟ انا شغال في ريد هات لكن انا عمري ما هقول لك روح استخدم ريد هات برودكت. دي مشكلتك انت، عايز تستخدم استخدم، مش عايز ما تستخدمش روح استخدم سنتوس او ايا كان. خلاص؟ انا بعلمك تكنولوجي فقط. خلاص كده؟ طيب
دي الانفايرمنت اللي هنشتغل عليها. في عندي عدد من النودز موجودين، عدد النودز دي ما اعرفش عددهم كام، انا فعلا والله ما اعرفش عددهم كام فعليا. عندي ستورج، المهم ان انا عندي ريسورسز هتكفيني ان انا ايه، ان انا اشتغل بس، ده كل اللي يهمني خلاص. في عندي ميموري هي الحمد لله، وفي عندي سي بي يو، وفي عندي ديسك سبيس هتكفيني يعني. مش حاجه، مش ذا موست بيرفكت سيت اب، بس على الاقل هتكفي اللي احنا محتاجينه. تمام كده، طيب كلام جميل. المره الجايه ان شاء الله هكون عملت بيلد ل8 فيرتشوال ماشينز فاضيين، مفيش عليهم اي حاجه، عليهم المينيمال سيت اب فقط. تمام، هحاول قدر الامكان يكون السيت اب بتاعي على ريل 8، مش هحاول اشتغل ريل 7 الا لو في عندي ليميتيشن. يعني مثلا لو فرضا، انا بتكلم فرضا فرضا، لو جيت انستول الاستك سيرش، الاستك سيرش لسه مش سبورتد على ريل 8، انا بتكلم فرضا، ها ساعتها هضطر ان اروح لريل 7 واشتغل عليه، او سنتو 7 واشتغل عليه. جيت انستول يا سيدي الايبا سيرفر، لقيت ان الايبا مش سبورتد على ريل 8، خلاص هروح ل 7. بس في المجمل القاعده اللي هنشتغل عليها، هنشتغل على ريل 8 قدر الامكان قدر المستطاع، الا لو السوفت وير مش سبورتد على ريل 8، ساعتها هنضطر ان احنا نفيل باك على ريل 7. ها وضحت النقطه دي؟ ها تمام. ايه ريكومندد من ناحيه البروسيسور والرامات؟ ده بقى نجربه ايه المره الجايه ان شاء الله. ماشي، النهارده كده اتفقنا على اللي احنا هنعمله. باذن الله المره الجايه هنبدا نشتغل عملي. المره دي كانت عباره عن بس كده ايه، تسخين للايه، للشغل اللي احنا هنشتغله. ماشي، اشوفكم ان شاء الله بعد بكره، تصبحوا على خير. السلام عليكم.